إذا كان الأمريكيون وتحديدا الإدارة الأمريكية يعني جون كيري يعتبرنا أننا لسنا ديمقراطية على الطريقة الأمريكية فهذا يشرفنا ولا ضير في ذلك. نحن يعني هذا شرف وفخر لنا أننا لسنا على الطريقة الأمريكية التي تقصي الجميع وحزبين فقط هي أحزاب، هي حزبين يعتمدان على رؤوس الأموال وعلى القوات المسلحة و يعني على عفوا مصانع السلاح والمال و يعني المال نعم. السياسي ومراكز الثقل التي تعتمد عليها الصهيونية العالمية. فهذا شرف لنا أننا لسنا على هذا الطريق ونحن لدينا ديمقراطية سمح.